انا في حاجه محيراني، ان انا اول ما شهر شعبان بيبتدي بحس بجو رمضان وببقى متحمسه قوي للعبادات والتراويح وقرايه القران، وبحاول اكتب اهداف لشهر رمضان وايه اللي انا عايزه احققه السنه دي. في الاول بيبقى عندي طاقه ايمانيه عظيمه، بس بتيجي على نص الشهر وتبتدي تقل، ببدا اتعب في الصيام وبحس بالملل، فالروحانيات بتاعت رمضان بتبتدي تختفي. فإيه اللي ممكن أعمله عشان أفضل شايفة ربنا طول الشهر وأحقق الأهداف اللي بحطها؟ وإزاي الشغل والعزمات ما يأثروش على الروحانيات؟ يعني إزاي لما أقرأ القرآن وصلي أحس برمضان وما كنش بأدي العبادات وخلاص كده من غير خشوع؟ السلام عليكم. شهر رمضان شهر محير بالنسبة لناس كتير مننا، محير في كم العبادة اللي نفسي أعملها، محير في إقبالي على ربنا سبحانه وتعالى وإزاي أحافظ عليه طول الشهر، محير في صدمة صدمتها في نفسي، أنا كنت فاكر أن أنا نفسي أطول في العبادة، محير في كم العبادة اللي تناسبني لأني بشوف ناس بتعمل حاجات نفسي أبقى زيهم، محير في مشاعر نفسي أحس بيها حسيت بيها قبل كده ومش عارف أجيبها تاني. ما تيجي مع بعض كده أقول لكم خلاصة عن رمضان تريح بال كل حيران. ما تيجوا مع بعض نتكلم إزاي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تبص لرمضان بطريقة تخليك مش محتار وعارف تعبد ربنا وانت بالك مرتاح. هو الحقيقة شيء محير فعلا، مين بالظبط اللي نشاور عليه ونقول عليه فاز برحمة ربنا ومغفرة ربنا وعتق ربنا لرقبته من النار؟ الحقيقة علشان تقدر تجاوب السؤال ده وتريح بالك من الحيرة دي لازم ترجع للقرآن والسنة ورؤية العلماء لكيف أراد ربنا أحوال العباد في رمضان. علماء قالوا إن الفوز برحمة ربنا وهبي وكسبي. يعني إيه وهبي وكسبي؟ يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرحم إنسان ويغفر ليه في رمضان ويعتق رقبته من النار كده من غير سبب، وهب من ربنا. عشان كده علماء قالوا إن الكريم إذا وهب فلا تسأل عن السبب، ينظر ربنا لإنسان بغض النظر عن طاعته عاملة إزاي فيسامحه ويعتق رقبته من النار. واللي ما يتصورش هذا الأمر يبقى بيضيق واسعا اسم الله الواسع، إن ربك واسع المغفرة. سيدنا النبي بيقول كما في البخاري ثم يبقى في الجنة فضل، بعد ما الناس تخش الجنة يبقى في أماكن فاضية في الجنة، ثم يبقى في الجنة فضل فيخلق الله لها أناسا يسكنون فيها. يوم القيامة في ناس هتسكن الجنة معشوش في الدنيا أصلا، فضل ربنا، يختص برحمته من يشاء، وهب من ربنا. مش سيدنا النبي وانت حافظ عليه الصلاة والسلام بيقول يطلع الله يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا مشرك ومشاحن. يعني النهاردة ربنا يطلع كده يوم الاثنين والخميس، طب انت تبت لا ما تبتش، استغفرت لا ما استغفرتش، ربنا يغفر للناس كلها اثنين وخميس إلا المشرك بالله والظالم إنسان، وهب من ربنا سبحانه وتعالى. فمين الفائز برمضان اللي ربنا هيوهبه الفوز ويعتق رقبته من النار؟ ده الأولاني. طب التاني اللي فاز برمضان كسبا، كسبا يعني ايه؟ يعني عمل حاجة فاز برمضان بسببها، وكله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أيوة، اللي هو عمل ايه يعني؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حط لها معيار أقل وساب بقى الأكثر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مين الناس اللي هتفوز برمضان؟ ثلاث أحاديث قال صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها في البخاري ومسلم، قال من صام رمضان زي ما أنت بتعمل إيمانا واحتسابا، وهشرح لك عشان ما تبقاش محتار، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من ساعة سن البلوغ لغاية دلوقتي ده اسمه تقدم، اللي فات كل ده اتغفر. ومن قام رمضان يعني صلى بعد العشاء أي صلاة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حلم الدنيا كلها. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ليلة واحدة غفر له ما تقدم من ذنبه، ده اسمه الفائز برمضان أقل حاجة. والإمام النووي قال إيمانا واحتسابا، يعني وأنا بصوم رمضان أو بقوم رمضان أو بقوم ليلة القدر
أنا إيماناً أن الله يحب هذا الفعل، واحتساباً طلباً للأجر من الله مش من حد من البشر. قالوا إن ده أقل الفائزين كسباً يعني بفعل معين يعني، وده في استطاعة جميع البشر، وهشرح لك إزاي بعد شوية. وما تستغربش من كلامي لما أقول لك إن الفائز برمضان كسباً ده اللي بيعمل أفعال، وقلت لك التلات أحاديث دول اللي فيهم أقل الأفعال، الصيام أو الصيام والقيام أو قيام ليلة القدر. لأن الصيام حاجة كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. شوف سيدنا النبي يقول في الحديث القدسي، ربنا بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، يعني كل عمل ابن آدم يستطيع أن يستوعب ثوابه إلا الصيام، فإن جزاءه علي أنا. وما يقولناش ربنا ثواب الصيام، بس بص اللي جاي ده، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. شوف الكلمة الربانية دي، أنت سايب كل الرغبات والغرائز دي عشاني، حاجة كبيرة عند ربنا. فأنت لما تعمل كده أنت بتعمل حاجة كبيرة جدا. وطبعا بعد كده في ناس بقى بتتسابق في الختمات وعمل الخير والصلوات مقربين. فلو أنت محتار وعايز تمسك في إيديك بالضبط مين هو اللي نقول عليه فاز برمضان، إما وهبا من الله بالمغفرة والعتق من النيران كده من ربنا عطاء، أو بالتلات أعمال دول، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، عشان ما تبقاش محتار. وأتمنى أن الخلاصة دي تكون ريحت بالك. موضوع محير جدا أنك أنت تخش رمضان وعندك همة عالية وتبدأ فعلا تعبد ربنا سبحانه وتعالى، ثم تتصدم وتحبط في طاقتك في العبادة لما تلاقي نفسك بعد أول 4-5 أيام زهقان وعندك ملل، وبدأت تطلع أعذار عشان مثلا ما تنزلش تصلي مع أصحابك أو أيا كان. والحقيقة أن الموضوع ده بيخلي ناس كتير محبطة وفي استقبالها رمضان خايفة من نفسها. وانت بتشوف في المساجد بتبقى مليانة في أول أسبوع، بعدين تخف قوي بقية رمضان، وتيجي قبل ليلة القدر تتملي تاني. والسر في الموضوع ده أنك أنت عشان تقطع بقى الحيرة وتعرف تعبد ربنا بنفس كده هادية مطمئنة، أنت فوز بنصيبك أنت من الصحوة، نصيبك أنت اللي يخصك أنت في علاقتك بربنا. يعني إيه؟ من بعض أنماط التفكير المعوجة نمط كده عند العلماء اسمه البولر ثينكينج، التفكير القطبي، أن البني آدم يكون بيفكر يا يمين أوي يا شمال أوي. علاقتها إيه برمضان دي؟ في واحد بالنسبة له رمضان زي أي شهر، ورب رمضان هو رب برا رمضان، وما يفرقش معاه قوي استقباله لرمضان. وده مش اللي ربنا قاله. ربنا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإحنا مش أقصى الشمال كده ولا أقصى اليمين، أول ما يجي رمضان هقفز قفزة في العبادة لا تتناسب مع طاقتي الروحانية فتمزق، لأني مش متمرن، فأفاجأ بالملل وابقى زهقان وعايز رمضان ينتهي عشان ما عودش ضميري يأنبني. أمال إيه؟ خد نصيبك انت انت من الصحوة، مش نصيب المجتمع من الصحوة. كل واحد عارف فينا طاقته في العبادة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب يضبط لك المسألة دي عشان ما تحترش، فقال لك أحب الأعمال إلى الله أدومها، عشان تعرف تكمل طول رمضان وبعد رمضان، أدومها وإن قل، أكلفوا من العمل ما تطيقون. عارف يعني إيه ما تطيقون؟ يعني اعمل العمل اللي تعرف تعمله بس بطاقة زيادة شوي، كأنك أنا هزود حاجة عن الطبيعي بتاعي، استقبالا واحتراما وتعظيما لله والضيف ربنا سبحانه وتعالى وهو رمضان. فانت تمسك بنصيبك انت من الصحوه، وسيبك من الضغط المجتمعي اللي بيبص في مصحفك يوم 13 يشوفك انت في الجزء الكام، سابق ولا متاخر، ويسالك انت بتصلي فين. شوف انت جدولك بتاعك انت مش بتاع حد تاني، ما تنزلش الجدول من على الانترنت بتاع الناس اللي بقالها سنين بتعبد ربنا ومستقره كده. خد نصيبك انت من الصحوة. وابراهيم النخعي احد كبار التابعين سيدنا الامام الكبير يقول لك كده، الصلاة في رمضان كألف ركعة فيما سواه، والصوم في رمضان كألف يوم مما سواه، والتسبيحة في رمضان كألف تسبيحة فيما سواه، عشان يقول لك ما تستقلش. لو بتعمل حاجة على قدك ما تستقلش. وسيدنا النبي يديك لفتة حلوة قوي في مسألة انك تتمسك بنصيبك انت من الصحوة. فاكر لما النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وده من أهم أحاديث الإسلام. هيبقى عندك من الهمة على قدر ما نويت.
أنا ناوي أن أنا أصلي بالطريقة دي وأذكر بالطريقة دي وأعبد بالطريقة دي، خد النية كده قبل رمضان وقعد مع نفسك كده زي ما قالك العالم الكبير وين داير في كتاب The Power of Intention، قوة النية. يقولك أنت لو واخد نية قبل موضوع ومجهز النية، هتبدأ النية دي تسهل لك الأعمال بعد كده. أنت عارف أنك ماشي في طريق في مطلع أنا هخلصه إن شاء الله، فأنت النية دي هتخليك تستحمل المطلع ده، عارف أنك داخل على امتحان صعب ماجستير مثلا، فنيتك أنك تتغلب على الماجستير ده هتخليك تسهر الليالي. فأنت نيتك في رمضان إيه؟ بتاعتك أنت الخاصة بيك أنت اللي أنت عارف أنها مناسبة للطاقة بتاعتك أنت. لما تاخد النية دي أولا مش هتستجيب بعد كده لضغط المجتمع اللي بيتهمك أنك أنت أقل منه، ولا هتستجيب للنفس الكسولة اللي بعد 4-5 أيام تقول لك اقعد وريح، لأنك أنت خلاص ناوي أنك تخش رمضان بالطاقة وبالهمة اللي على قدك، نصيبك أنت من الصحوة. فبص بقى، اللي ما بيذكرش ربنا خالص طول السنة يلا ابدأ قول أذكار الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر، بياخدوا 5 دقايق أو 10 دقايق. أنت تستحق أنك تقفز القفزة دي، مش قفزة كبيرة على فكرة، تقدر تعملها. وما تنساش النية أنك أنت تواظب على الأذكار دي بعد رمضان، لأن ده حال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو ضفت عليها كمان 100 لا إله إلا الله الصبح و 100 لا إله إلا الله بالليل، هيبقى بدأت يبقى عندك أذكار من الأذكار النبوية اليومية. دي قفزة لكنها متناسبة مع واحد ما بيذكرش ربنا خالص. اللي ما يعرفش طريق قيام الليل خالص طول السنة، صلي ركعتين بعد العشاء على السجادة وانت بتصلي أو في الجامع اللي بتصلي فيه، بس خد النية كده ان انا عايز اصلي الركعتين دول عشان اداوم عليهم في حياتي وابقى من الناس اللي ربنا وصفهم في القرآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، عايز ابقى من اهل قيام الليل. ما تقفزش قفزة تخليك تمل زي حال اغلب المسلمين اللي بنشوفه، ومش عايزين نتكلم مع بعض في الموضوع ده لحسن نكون خايفين ان احنا بنهبط نية بعض. اكلفوا من العمل ما تطيقون، دي وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة واحدة وابدأ. اللي ملوش علاقة بالمصحف تماما ما تستجبش لنداءات الختمات. أنا بقول لك اهو، شوف طاقتك في المصحف قد إيه، قادر عينيك وقلبك يستحمل قراءة قد إيه في المصحف، وسمي الله وخلي ده وردك اللي هتواظب عليه في رمضان، وهيقل سنة يا عم بعد رمضان أو هتواظب عليه. لكن أبذل الطاقة، أكلفوا من العمل ما تطيقون، سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. تمسك بنصيبك من الصحوة، ساعتها مش هتحتار ومش هتمل لأنك ماشي على سرعتك أنت. ساعتها مش هتتصدم في نفسك وتقول على نفسك أن أنا مش مكتوب لأن ربنا يسامحني أو يكرمني أو يوفقني. ساعتها رمضان هيبقى سلس وهادئ، وتعرف تعبد ربنا وانت بالك مرتاح. الحيران بالفوز برمضان واللي مش عارف يلاقي التوازن بتاعه غالبا بيفكر بشكل كمي مش كيفي، يعني أقرأ كتير، أعمل خير كتير، أقرأ قرآن، مش عارف أعمل كذا، ومن هنا بيجي الشتات. في عالم اسمه كول بيتكلم على مداخل 4 للواحد ممكن يدخل بيهم لمستوى أعلى في الإنتاج، بمعنى في واحد مدخله فلسفي، يعني أنت لو قدرت تضيف معنى كبير لرمضان بالنسبة لك إيه؟ هيفرق معاك قوي. في واحد مدخله تطبيقي، يعني عايز يخش في خطوات عملية، يقولك أنا هقرأ كل يوم مش عارف جزء، هعمل كل يوم مش عارف إيه كام ركعة. في واحد تاني مدخله الشيء التجريبي، يعني تعمل خير فعلا، تروح تساعد ناس، تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا، ده هيفرق معاك قوي. وفي واحد مدخل عاطفي، بمعنى لو حس بالرقائق، حس يعني ابتدى يدخل رمضان بقلب بفكرة العواطف والمشاعر ويسمع قصص إلى آخره. دور على مدخلك، حيرتك هتقل. من المواضيع المحيرة جداً وبيتكرر كل رمضان إن الواحد بيبقى خايف من المنحنيات العالية في الروحانيات، ups and downs، يعني بيبقى قريب قوي شوية وبعدين يحس بالغفلة في وسط الشهر، يبقى مستني عبادات معينة عشان يحس بالمعاني، ويبقى حاسس إن في بعض الأنشطة الرمضانية بتبعده عن ربنا.
فازاي الواحد يفضل محافظ طول شهر رمضان على استقبال المعاني الروحانية الربانية؟ المشايخ كانوا بيعلمونا في الطريق معنى اسمه السكينة. السكينة إن الواحد يطفي المواتير شوية بتاعت قلبه وعقله كده عشان يعرف يهيئ عقله وقلبه لاستقبال المعاني الربانية اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماها في السنة النفحات، اللي لما قلبك بيستقبلها بتحس إن روحك طايرة وقريب من ربنا سبحانه وتعالى. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لما تشعر بهذه السكينة وتهدى يبدأ قلبك يستقبل من ربنا سبحانه وتعالى المعاني اللي ربنا أراد السنة دي يرزقك بها في رمضان. كل واحد فينا في رمضان ربنا بيوسع عليه في المباني والمعاني. رمضان شهر الرزق، المباني يعني حاجات الممسوكة، أرزاق، كل البيوت بقى فيها أرزاق في رمضان، أشياء المادية يعني أكل والشرب وكرم ربنا، والمعاني كمان. ودورك في رمضان إنك أنت تهيئ قلبك لاستقبال النفحات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات. المطلوب ألا فتعرضوا لها. جهز قلبك بالسكينة لاستقبال هذه النفحات. ومن أكبر الغلطات المحيرة جدا اللي بتخلي السكينة تروح من القلب حصر وقصر النفحات على العبادات النسوكية. يعني أبقى مستني إن أنا أمسك مصحفي عشان يبدأ يتبعت لي معاني جميلة من ربنا وهدى كده وأحس بالقرب، فتلاقيه قاعد في الشغل عمال يفرك مش مستريح، عايز يسيب الشغل ويخطف ربع ساعة عشان يخلص ورده، مع إن في نفحات ومعاني إيمانية مش هتنزل عليك في القرآن، هتنزل وانت عطشان ومصدع وصحي الصبح بدري ورايح شغلك تطلب الرزق الحلال، ودي فريضة عليك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الذنوب ما لا تكفره الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. فالنهاردة لما ببقى مستني بس الروحانيات في المصحف، والمصحف مليان، لما تفتح مليان روحانيات من ربنا، بس مش وقته. ده في روحانيات ممكن تكون أرقى لأنها عبادة الوقت. فلا تهبط في الشغل من الفريضة اللي هي طلب الرزق في وقت الشغل إلى النافلة اللي هي قراءة القرآن. نفس برضو الغلطة اللي بتخلي الواحد حاسس إنه بعيد عن ربنا وهو ممكن يبقى قريب، لما يبقى في العزومات قاعد متضايق. متضايق ليه؟ إحنا قاعدين بقى قاعدة غفلة وبنضحك وبنهزر وبنتكلم، أنا عايز أسيبك وروح أصلي. أيوة أنت هتعمل كده بعد شوية، بس استنى. العزومات دي اللي في رمضان دي من أكبر الطاعات اللي ربنا بيحبها وبيحب يشوف اللمة. فأنت لما تروح لللمة دي اللي ممكن تبقى فيها صلة رحم وهي من أكبر القربات اللي ربنا بيحبها، أو فيها زيارة للجيران أو لمعارف، وانت عارف ان إجابة الدعوة أحد حقوق المسلمين على بعض. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست، من الست حقوق دول أن يلبي الدعوة إذا دعاه. فأنت رايح في طاعة كبيرة قوي، بالذات لو للقرايب أو للجيران أو لأحباب أنت بتحبهم وبيحبوك، استقبل النفحات وانت قاعد بتضحك ومبسوط معاهم، وبنسأل على بعض وبنطمن على بعض وبنحكي همومنا لبعض. ربنا بيحب اللمة دي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وده متحقق في العزومة، والمتجالسين فيه اللي قاعدين مع بعض عشان ربنا، وده متحقق في العزومة، وانتوا مش رايحين تشربوا مع بعض حاجة حرام مثلا، والمتزاورين فيه، وانت رايح وعدي على بتاع الحلويات جايب معاك هدية ومكلف نفسك ونازل من بدري عشان تزور حبايبك، والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه، اللي لما بيقعدوا مع بعض بيتفقوا على عمل خير بعد كده، يقوموا يصلوا بعد شوية التراويح، يتفقوا ان هم ينفقوا على حد يكون محتاج مثلا في رمضان. فوانت قاعد في العزومة ما تقلقش، استقبل النفحات، انت في طاعة كبيرة قوي كده. وانت ماسك المصحف هيبقى النفحات موجودة والمعاني، وانت بتصلي التراويح بعد شوية بعد العزومة هتيجي المعاني، وانت في العزومة بتضحك ومبسوطة تنزل المعاني، وانت في الشغل الصبح عطشان ونفسك في بق مية هتاخد معاني أحلى مما تتوقع. وانت عارف وانت في العزومة دي بقى لما تكون قاعد بتستقبل النفحات مش هتشترك في غيبة ولا هتشترك في كلام مش كويس على حد مش موجود، هيبقى عندك حالة من المعية مع الله. فلو انت حيران وبتسأل ازاي افضل حاسس بالمعاني الجميلة والايمانيات العالية، لا تقصر المعاني والنفحات في رمضان على المناسك فقط، انما استقبل طول
طول شهر رمضان رزق ربك الواسع سبحانه وتعالى. أما بقى المسألة اللي حبيت أختم بيها مع حضراتكم المحيرة جدا، هي شكوى من ناس عدى أول يوم وتاني وتالت ورابع ومش حاسس إن رمضان دخل. بيصوم زي كل الناس ربنا يتقبل منه، بس هو كان مستني معاني معينة وروحانيات معينة تنزل على قلبه ومش حاسس بيها، فبدأ يشعر بعدم القبول وعدم التوفيق، وده اللي محيره. مبدئيا انت مصدق ربنا ولا لا؟ عشان بس اقول لك خلاصه تريح بالك في الموضوع ده. مصدق ربنا ولا لا؟ ايوه مصدق ربنا طبعا. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى بيقبل على العباد في رمضان، وبتفتح ابواب الجنه وبتغلق ابواب النار، وبيقال يا باغي الخير اقبل. فالشهر ده نفحاته مختلفه عن كل الشهور، فاعمل حسابك ان انت في ايام حلوه. بس انت لو مش حاسس، هقول لك على بعض الحاجات تتجنبها. لو تجنبتها مش لازم تحس. ساعات الدكتور يديك دواء ما تحسش بيه دلوقتي أثناء ما انت بتاخد الدواء ده، لكن مفعوله هيبان بعد شوية. وفي دواء أول ما يخش جسمك يبقى دي مفعول على طول. الدكتور هو اللي عارف، هو اللي يعلم أنهي دواء يناسب جسمك. فسلم أمرك لربنا من أول يوم تحس بالروحانيات، أو بيبقى في شيء بيتغير فيك لو موانع الانتفاع مش موجوده. وهقول لك على الموانع دلوقتي عشان ما تحترش. سيدنا النبي قالها عليه الصلاه والسلام، ما سابش الناس تحتار عليه الصلاه والسلام، دايما كان حاسم علشان يهدي هذه الحيره ويريح البال. فمش لازم تحس يقينا مع اول حتى لو رمضان كله عدى واللي بتدور عليه ما حسيتش بيه، بس كنت مستقيم زي ما هقول لك دلوقتي، اطمن بعد شويه هيظهر اثر النفحات عليك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في كبائر بيعملها عوام الناس هم مش واخدين بالهم، بتحرمهم وبتحرم قلبهم من استقبال المعاني الإيمانية والروحانية. كأن الكبائر دي في القلب كده، كل ما المعنى الجميل ينزل من ربنا الكبائر دي تزقه. قبل ما أقولك على الكبائر دي، واحد يقول لي حيرة بقى أكتر، كبائر إزاي والشياطين مسلسلة؟ مش ربنا خلى سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين؟ الإمام الباجي في شرح موطأ الإمام مالك، ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري في فتح الباري، ليهم رؤية في المسألة دي وكثير من العلماء غيرهم. كلمة صفضت في اللغة العربية يعني الإيد تطربت للعنق، فللعلماء أكتر من قول في معنى صفضت الشياطين. بعضهم بيقول صفضت يعني اتسجنت، وكثير منهم ماشي على اللغة ويقول وعلى الواقع كمان، صفضت يعني تربطت، يعني تكون صعبة الحركة وهي كناية عن ضعف التأثير لكنها موجودة. والأقوى من شيطانك هي نفسك اللي متراكم فيها، ونفسي أنا كمان متراكم فيها عيوب لازم نقعد نشتغل عليها ونزكيها لغاية ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى ونصلح فيها، ودي رحلتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. فطبيعي يبقى في معاصي في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم، عشان يهدي بال المحتار اللي نفسه يحس برمضان، قال من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ده ربنا مخليك ما تاكلش وتشرب عشان لما النفس تسكت شوية روح تنطلق. أيوة بس النفس مش ساكتة، النفس بتتكلم بالزور، والزور في اللغة يعني كل كلام غير مستقيم. فالغيبة في رمضان زور، الكذب في رمضان زور. إن البني آدم على سبيل المثال مثلا يعني يفتري على حد في الشغل علشان يصعد على كتافه، ده زور. عشان كده سيدنا عمر قال ليس الصيام من ترك الطعام والشراب، إنما الصيام من الكذب والحلف بالباطل. واحد يحلف كذب يعني وإنه يكذب. عشان كده لو قدرت انك تحط قلبك حارس على لسانك، انا باذن الله مش هعرف اضمن لك حاجه تضمن ربنا سبحانه وتعالى، بس لو انت محتار وانا ليه مش حاسس برمضان، اتاكد بس من اللسان، سكت اللسان. اعمل زي سيدنا ابو ايوب الانصاري كده لما وصل له الاشاعه حادثه الافك، لما عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين طلع الاشاعه على السيده عائشه، فزوجته قاعدة معاه كده في البيت، شفت اللي حصل ده بيقولوا على عائشة كذا وكذا، فقال سبحان الله ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
عارف واحد قاعد مع مراته، بلاش نتكلم في الموضوع ده، عائشة أفضل منك ويعني وأفضل مني أنا كمان، يا مش هنتكلم في الموضوع ده. فنزل القرآن لولا إذ سمعتموه، شوف قرآن يصدق كلمة أبو أيوب، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولما تسألت السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي واللي كانت محببة جدا لسيدنا النبي، تعرف إيه عن عائشة؟ قالت أحمي سمعي وبصري، أنا مش دعوة الموضوع ده وما سمعتش عنها لكل خير. اعمل كده في رمضان، حط قلبك حارس على لسانك، ساعتها النفحات هتملأ قلبك. حتى لو ما حسيتش بيها أصبر أصبر، الطبيب بيعالجك حتى لو أنت مش حاسس بأثر الدواء، لأن الطبيب كريم ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيرقيك، وما تحترش وما تسيئش الظن في نفسك ولا في ربك، انت ماشي على الطريق. ما دامت موانع الانتفاع بالنفحات انت شلتها، الا وهي الكذب والغيبه وقول الزور، زي ما سيدك النبي عليه الصلاه والسلام نصحك بكده. ولم يبقى لنا واحنا في الايام المباركه دي الا ان احنا نسال ربنا الهدايه، ونطلب منه انه يفتح هذه القلوب ويشرح هذه الصدور لاستقبال الموارد الربانية والمعاني الرحمانية، عشان نعرف نثبت بعد رمضان ونقرب بعد رمضان ونستقيم ونحب طريق ربنا بعد رمضان. فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم أيقظنا في رمضان من رقدة الغافلين، واغفر لنا خطيئاتنا يا رب العالمين، واعف عنا يا عافيا عن المجرمين. اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنا فيه لقراءة آياتك وخدمة عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم قونا فيه على إقامة أمرك، وأذقنا فيه حلاوة ذكرك، وأعنا فيه لأداء شكرك على كرمك، واحفظنا فيه بحفظك وسترك، واجعل لنا نصيبا من كل خير ينزل على عبادك فيه، بجودك يا أجود الأجودين. يا رب أعنا في رمضان على حسن صيامه وقيامه، وجنبنا فيه من هفواته وآثامه، وارزقنا فيه ذكرك وحبك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المقبلين عليك، والحمد لله.